كوميونيكيشن اوفر الاي دبليو جي ان شانل. زي ما قلنا احنا هناخد بعد كده الباند ليميتد شانل موديل وهناخد الفيدنج موديل وهنرجع نعيد نفس الكلام دوت تاني على الديفرنت تايبس اوف التشانل مودلز. بس بما ان الاي دبليو جي ان من ابسط انواع التشانل مودلز فهنبتدي بيه عشان البرنسبلز والبيزكس زي ما قلت لكم ممكن تكون عدت علينا قبل كده هوت ايا كان ان ديبث او يعني جاست من على السيرفس كده هوت. فاحنا ويل ميك شور ان احنا كلنا ات ذا سيم ليفل اوف البيزكس ديت. فاحنا اول حاجه هنتكلم عليها الريبريزنتيشن اوف باند باس سيجنالز اند سيستمز، وده مهم جدا عشان احنا في سواء في الكورس او بعد كده هوت في الريسيرش بصفه عامه في الكوميونيكيشن سيستمز بنحتاج دايما نعمل سيميليشنز. طيب والسيميليشنز ديت عاده بتبقى كومبيوتيشنالي كومبلكس وبتحتاج كومبيوتيشنال باورز عاليه. فهدف اساسي من الريبريزنتيشن اوف الباند باس سيجنالز اند سيستمز ان انا اسهل موضوع السيميليشن عن طريق ان انا يبقى عندي بيس باند ايكويفالنت. تفرق ايه في السيميليشن انا بعمل باند باس بيسد سيميليشن او بيس باند بيسد سيميليشن؟ احنا عارفين ان من السامبلينج ثيرم ان انا عشان اديجيتالي اريبريزنت اني سيجنال لازم يكون السامبلينج فريكوانسي اعلى من النايكوست فريكوانسي اللي هي دبل الماكسيمم فريكوانسي اوف السيجنال. طب لو انا بتكلم على باند باس سيجنالز فانا يوجوالي عندي سيجنال سنترد اراوند ا كارير فريكوانسي ويتش از يوجوالي هاي. فان اوردر تو ريبريزنت ذات ديجيتالي اند هنس سيميوليتد يعني وي نيد ا فيري هاي سامبلينج فريكوانسي، وبالتالي ان اوردر تو ريبريزنت جزء صغير من السيجنال هحتاج عدد سامبلز كبير ودوت يزود لي الكمبيوتيشنال كومبلكسيتي. ديفينتلي في الاندر جراد او اللي فيكم دلوقتي بيعملوا بي اتش دي وعملوا ماسترز قبل كده تعرضوا للسيميليشن زي كده اوت وكنا بنعمل البيز باند ايكويفالنت. فاحنا هنشوف يعني البروف اوف ذات ايكويفالنس وبعض الكونسيدريشنز كده اللي ممكن تكون حتى مش باينه قوي في الكتاب، ايه اللي يضمن لي ان السيميليشن يطلع او الايكويفالنس دوت يكون 100% اكيوريت، وبالتالي لما اعمل بيس باند سيميليشن يطلع لي ريزلتس اكزاكتلي زي الثيوريتيكال ريزلتس. طيب بما ان بنتكلم على بعض السيجنالز وهنجيب لها البيس باند ايكويفالنت وهنتكلم على سيستمز ويوجوالي السيستمز بتاعتنا هنتكلم دلوقتي على لينير سيستمز يعني وهنجيب لها البيس باند ايكويفالنت، برضه هنتكلم على الاي دبليو جي ان نفسها اللي هي التشانل موديل ونشوف البيس باند ايكويفالنت بتاعها. بعد كده اهوت هنراجع سريعا الباينري والامري ديجيتال موديليشن تكنيكس عشان نشوف البرفورمانس بتاعهم اوفر الاي دبليو جي ان، وتاني زي ما قلت لكم الجزء دوت اللي احنا هنعيده كتير مع الباند ليميتد تشانل وهنعيده مع الفيدنج تشانل و when we get to the advanced model هنعيده بقى مع مثلا المايمو تشانل، هنعيده مع الريلينج تشانل او اتليست هنستخدمه. تمام وهنشوف according بقى للاوبتيمم ريسيفر that will be designed the performance بتاعه هيبقى قد ايه. hopefully يعني نقدر نكفر as much as we can في المحاضره ديت. طيب السيستم ايكويفالنس ان هوت ان انا سيمبلي انا عندي انبوت سيجنال افكتد باي ا تشانل، التشانل ديت ايا كان الموديل بتاعها. اي نعم احنا برضو لما بنتكلم على بيورلي اي دبليو جي ان بنأسيوم ان التشانل امبلس ريسبونس هو عباره عن دلتا فانكشن وبعد كده هوت في النويز نفسها ادت، بس ستيل واحنا بنكزامن الايكويفالنس دلوقتي وبنطلع الايكويفالنس موديل هنسيب الاتش اوف تي جينيريك انف بحيث ان بعد كده هوت الاتش اوف تي ديت هي اللي نقدر نقول انها بدل ما هي دلتا فانكشن هي عباره عن لو باس شانل، فبقى عندي الباند ليميتد شانل موديل هي عباره عن تايم فارينج امبلس ريسبونس، فبدل ما هي اتش اوف تي بقت اتش اوف تي اند تاو ات فاريز فروم تايم تو ذا اذر، فبقى عندي فيدنج شانل ريسبونس. فهنكيب الاتش اوف تي موجوده هنا اهوت although in mind
احنا هن practice على الاي دبليو جي ان فور ناو بس تو كيب ات جينيريك انف. فالايكويفالنس اللي احنا بندور عليه لو انا عبرت عن السيجنال بالبيس باند ايكويفالنت، طيب الريليشن ديت هيبقى شكلها عامل ازاي؟ هاو از اس سب بي على اساس انها بيس باند ريليتد لاس اوف تي، و اتش اوف تي برضه ريليتد للبيس باند ايكويفالنت بتاعها ازاي؟ النويز الباس باند ريليتد للبيس باند بتاعها ازاي؟ such that ان eventually الاوتبوت هنا تكون الريليشن ما بينه وما بين البيس باند ايكويفالنت زي الريليشن اللي عند الانبوت بالظبط. فخلاص فانا وانس اي دو السيميليشن للموديل دوت اي كان اوبتين او اي كان فايند وات ويل بي ذا باس باند سيجنال بيزد على الترانسفورميشن ريليشن. طيب تعالى اما نبتديها بالسيجنالز الاول. طيب ليتس اسيوم ان احنا عندنا ريال فاليو سيجنال، وده الطبيعي في الكوميونيكيشن سيستمز ان احنا بنكوميونيكيت ريال سيجنالز. طبعا احنا عدى علينا قبل كده هوت ريبريزنتيشنز كتير وفيها كومبلكس سيجنالز، بس احنا عارفين ان دوت كان مجرد ريبريزنتيشن وده اللي هيبان لنا دلوقتي يعني. فالاساس بتاعنا ان انا بتكلم على ريال فاليو سيجنال والسبيكترم بتاعها بجيبه عن طريق جاست الفورير ترانسفورم. طيب احنا متعودين ان الفورير ترانسفورم بتاع اي ريال فاليو سيجنال بيبقى even Fourier transform. فانا لو انا عندي باس باند سيجنال سنترد اراوند اف سي، فانا عندي السبيكترم كماجنيتيود اس اوف اف فيرسس الفريكوانسي بالمنظر دوت. فاحنا وي ديفاين حاجه اسمها الاناليتيك سيجنال. الاناليتيك سيجنال هي سيمبلي الجزء اللي في البوست اوف سايد اوف الفريكوانسيز لوحده. فكان اس سب بوستيف او اللي بنسميها الاناليتيك سيجنال هي السبيكتروم اوف الريال فاليو سيجنال مضروب في ستيب فانكشن. والتول اللي موجوده هنا ديت برضو ده اربيترلي سكيلينج فاكتور احنا حاطينه ان هوت عشان بيربس هيبان فيما بعد. هو يعني تاني هو الهدف الاساسي ان لما اعمل البيس باند ايكويفالنس يكون السيميليشن ريزلتس او الاناليتيكال ريزلتس اللي بيزد عليه اكزاكتلي بتماتش الباند باس سيجنال. فاي فاكتورز هنا هوت هيبان الفايده بتاعتها فيما بعد. طيب برضو الستيب فانكشن احنا الديفينيشن بتاعها اللي احنا عارفينه انها فانكشن ان ويتش، انا طبعا هنا بتكلم على ستيب فانكشن فيرسس الفريكوانسي، فالفاليو بتاعتها بزيرو لغايه اف بتساوي زيرو وبعد كده بتساوي 1 في البوستيف سايد، وفور كومبليتنس يعني ات ات زيرو بالظبط ات از ديفايند ويز فاليو هاف. وعشان كده الفاكتور 2 ده هوت يخليني وكان انا عندي اللي انا بضرب فيه هنا هوت عند الزيرو ب1 وبعد كده هوت الفاليو هنا هوت ب2. طيب وكان انا بجيت ريد اوف النيجاتيف سايد دهوت وبيبقى عندي البوستيف سايد لوحده. طيب دوت في التايم دومين ايكويفالنت لايه؟ نقدر احنا نعمل انفرس فورير ترانسفورم. طبعا احنا عارفين ان انا لو انا عايز اجيب اس بلس اوف تي فانا بعمل انفرس فورير ترانسفورم، انا عندي حاجتين هنا اهوت مضروبين في بعض فيبقى بيساوي حاجتين الكونفوليوشن بتاعهم مع بعض. واحده منهم اللي هي الانفرس فورير ترانسفورم بتاع اس اوف اف، فذيس از اس اوف تي الريال فاليد سيجنال اللي احنا ابتدينا بيه. طيب الانفرس فورير ترانسفورم بتاع اليونت ستيب فانكشن ده ايه؟ ده من الحاجات الاود اللي الفورير ترانسفورم بتاعها يعني في كونسيدريشنز او يعني في سبيشال يعني تريتمنت، بس ايفينشولي اتس الانفرس فورير ترانسفورم دوت بتاع اليونت ستيب فانكشن هو عباره عن دلتا اوف تي بلس جي 1 اوفر باي تي. وبالتالي لما بعمل له كونفوليوشن الكلام ده كله مع الاس اوف تي فيديني دلتا اوف تي كونفوليوتد مع اس اوف تي يديني اس اوف تي، والجزء الثاني الجي 1 اوفر باي اوف تي اهو كونفوليوتد مع اس اوف تي. الكونفوليوشن دوت من غير الجي فانكشن او من غير سوري الجي الكومبلكس ايدنتيتي حاجه احنا عارفينها كويس وهي الهيلبرت ترانسفورم اوف اس اوف تي. فهو كان ال 1 اوفر باي تي دوت ده الامبلس ريسبونس اوف ا فيري نون فلتر اسمه الهيلبرت فلتر، اللي الفريكوانسي ريسبونس بتاعه هو عباره عن جي 4
النيجاتيف سايد اوف الفريكوانسيز او الفريكوانسي دومين، ونيجاتيف جي فور البوزيتيف سايد اوف الفريكوانسي دومين. وكان الهيلبرت فلتر دوت بيعمل لي فيز شيفت او فيز ترانسفورميشن باي نيجاتيف جي، او لو هحطها ان راديانز يعني نيجاتيف باي اوفر 2. طيب يبقى انا دلوقتي الاناليتيك فانكشن هي عباره عن احنا ابتدينا بريال فاليوت فانكشن او بريال فاليوت سيجنال، ابتديت اعبر عنها بوات وي كول اناليتيك فانكشن. الاناليتيك فانكشن ديت اللي بيميزها انها سنجل سايدد، فالفريكوانسي دومين بتاعها موجود في البوزيتيف سايد اوف الفريكوانسيز، وعشان كده هوت هي كتايم دومين ريبريزنتيشن اتس ا كومبلكس فانكشن. الريال بارت بتاعها هو الريال فاليوت سيجنال، والإيماجينري بارت بتاعها هو الهيلبرت ترانسفورم اوف الريال فاليوت سيجنال. طيب وبالتالي لما اجي بقى عايز اعمل البيس باند ريبريزنتيشن، احنا هنمشي على تو ستيبس. الستيب الاولانيه وي ديفايند الاناليتيك سيجنال. طيب البيس باند ريبريزنتيشن، البيس باند ريبريزنتيشن هو الفريكوانسي ترانسليتد فيرجن اوف الاناليتيك فانكشن. فانا دي كده هوت كانت الاناليتيك فانكشن، اتفقنا ان انا عملت سكيل باي 2 كمان. فالبيس باند ريبريزنتيشن ان انا اعمل ترانسليشن او فريكوانسي ترانسليشن للفانكشن ديت عند الزيرو، اراوند الزيرو. طيب فدوت انا بعمل شيفت باكوردز، فاكنها اس بلس اوف اف بلس اف سي، عشان هنا دي كانت سنترد اراوند اف سي. وبرضو زي ما انا قلت لكم من شويه الامبليتيود سكيلز اللي احنا هنستعملها، هنحط هنا امبليتيود سكيلينج 1 اوفر سكوير روت 2. السكيل دوت مش موجود في الريفرنس، يعني في الريفرنس هتلاقوا البيس باند ريبريزنتيشن من غير ال 1 اوفر سكوير روت 2 دوت، بس هيبان فيما بعد انا ليه حاطط هنا او بفضل ان يبقى عندي ال 1 اوفر سكوير روت 2 ديت. ماشي. طبعا انا بتكلم على الريفرنس الاساسي اللي هو ديجيتال كوميونيكيشن بتاع بروكس، ماشي، واحنا شغالين من الفيفث اديشن. طيب فالبيس باند سيجنال او بنسميه الكومبلكس انفلوب هو عباره عن الاناليتيك فانكشن فريكوانسي ترانسليتد اراوند الدي سي، وبالتالي كتايم دومين ريبريزنتيشن هعمل بقى انفرس فورير ترانسفورم. فهنا الموضوع بسيط لان ديت فريكوانسي شيفتد، فيبقى عندي هنا اهوت الايكويفالنت في الفورير ترانسفورم ان انا عندي مالتيبليكيشن باي الاكسبوننشال تيرم دوت. يبقى البيس باند فانكشن هي عباره عن الاناليتيك فانكشن وفي معاها فيز تشينج، زي ما احنا يعني نقدر نتوقع ان الفريكوانسي ترانسليشن دوت في فيز تشينج او يعني اوفرول انجل تشينج. طيب تعال اما نعمل شويه كده اهوت ماثيماتيكال مانيبيوليشن. احنا قلنا ان الاس بلس اوف تي من شويه او الاناليتيك فانكشن هي الاس اوف تي زائد الهيلبرت بتاعها، فاحنا هنستعمل الريليشن ديت، مجرد بس هنضرب في سكوير روت 2 ونجيب الاكسبوننشال دوت الناحيه دي، فيبقى دي اللي هي الاناليتيك فانكشن بتساوي سكوير روت في البيس باند ريبريزنتيشن في اي باور جي اوميجا سي تي. وبالتالي يبقى الاكتوال سيجنال انا عايز اوصل لها بقى تاني، انا عايز اشوف الانفرس ترانسفورميشن بعد ما انا اي انتروديوسد وات وي كول اناليتيك فانكشن وات وي كول بيس باند ايكويفالنت. انا عايز اشوف ايه في الايكويفالنس دوت بقى سكسسفول، وانا عملت سيميوليشن وطلعت بيس باند ايكويفالنت اوتبوت، هاو وود اي جيت الاكتوال سيجنال او الريال سيجنال او الباند باس سيجنال تاني. فالاس اوف تي هي عباره عن الريال بارت اوف ده، فبالتالي تبقى الريال بارت اوف ده، فيبقى سكوير روت اوف الريال بارت اوف البيس باند ايكويفالنت مضروب في الاي باور جي اوميجا سي تي. وده غالبا this is where يعني we start في الاندرجراد، انه يعني باي ديفينيشن كده هوت الباند باس سيجنال هي سكوير روت 2 اوف الريال بارت اوف الكومبلكس انفلوب ريبريزنتيشن في الاي باور جي اوميجا سي تي. خلي بالكم ان احنا البيس باند ايكويفالنت independent of الاف سي، وبرضه دوت ميزه سواء في الاناليسز
وفي الموديلنج والريبريزنتيشن او في السيميليشن. انا هنا الريال بارت في ديبندنس على الكارير فريكونسي، وبالتالي لما اجي اعمل بقى سامبلنج، ودوت مهم كمان فيما بعد يعني بعيدا عن الثيوري، مهم في الامبلمنتيشن. انا ممكن اعمل ديزاين لترانسميتر ممتاز وديزاين لريسيفر اوبتيمم ريسيفر، وبعدين الاقي الريسيفر بتاعي مش شغال كويس لان الانالوج تو ديجيتال كونفرترز او الديجيتال تو انالوج كونفرترز اللي موجوده عندي مش قادره تلاحق على السيجنال بسبب السامبلنج ريت. تمام، فهنا ده الجزء اللي فيه ديبندنس على الكارير فريكوينسي. عشان كده حتى في البراكتيكال امبلمنتيشن للترانسيفرز بيبقى عندنا الفرونت اند بتاع الريسيفر تتعامل مع البيس الباند باس سيجنال وتعمل الباند باس بروسيسنج، وبعد كده هو البيس باند بروسيسنج يونت افتر الفرونت اند تتعامل مع البيس باند ايكويفالنت سيجنال. طيب هنا سيمبلي الاكسبوننشال فانكشن ديت اقدر افكها كوساين بلس جي ساين، وبالتالي الريال بارت خلي بالكم هنا هوت ان البيس باند سيجنال دي نفسها ده ريبريزنتيشن مش ريال او مش فيزيكالي اكزيستنج، وبالتالي هو كومبلكس فانكشن. دوت باين من هنا هوت ان الاناليتيك فانكشن نفسها كانت كومبلكس، والاكسبوننشال تيرم دوت اتس ان جنرال كومبلكس فانكشن، فبالتالي اس بيس باند ديت ليها ريال بارت وليها imaginary part. فانا عايز الريال بارت بتاع البرودكت دوت، فهو سيمبلي بقى الريال بارت بتاع البيس باند ايكويفالنت في كوساين ماينس الايماجينري بارت في ساين اوميجا سي تي. ماشي، هنا يعني الخطوه ديت بس محتاجه يعني سطر في النص انتوا تكتبوه بايديكم حتى عشان تعرفوا النيجاتيف ديت جت منين. السيمبلي هتبقى جايه من جي ملتبلايد باي جي. طيب كسبكتروم اناليسيس، طيب انا دلوقتي هوت من هنا جبت s of t as a function of البيس باند ريبريزنتيشن بتاعها، فعايز ارجع تاني بقى كفريكوانسي دومين ريبريزنتيشن هشوف برضه انا عايز اوصل للاصل بتاعي ولا لا. فانا سيمبلي بجيب الفورير ترانسفورم ل s of t في e باور جي اوميجا تي دي تي. طيب مجرد هاخد الاكسبوننشال تيرمز ديت مع بعض واخليهم نيجاتيف اف ماينس اف سي في الاكسبوننت، وبالتالي بقى كني بجيب الفورير ترانسفورم بتاع اس بي اوف تي بس ويز ريسبكت تو اف ماينس اف سي بدل ويز ريسبكت تو اف، وكان يبقى انا عندي دوت الفورير ترانسفورم بتاع البيس باند ايكويفالنت بس الارجيومنت بتاعه اف ماينس اف سي. وسيميلرلي يعني بما ان انا بجيب الريال بارت هنا هوت يعني فدوت انتروديوس الكونجكت الكومبلكس كونجكت بتاع اس بي، هنا في بي ناقصه سوري بتاع اس بي عند نيجاتيف اف ماينس اف سي، برضه هنا دي المفروض تبقى بلس. تمام طيب فدوت برضه المنظر دوت اللي هو ايه تاني اللي هو رجعت تاني انها البيس باند equivalent اللي انا كنت عملت له translation هنا هوت خدت كوبي منها راحت عند ال FC ديت، وبعدين ال complex conjugate بتاعها راح عند ال negative FC. تمام برضو usually في ال undergrad ممكن نكون ما كناش بناخد بالنا من ال conjugate ديت على اساس ان احنا كنا بنتكلم على real parts بس in general يعني محتاج اتيك كير اوف دوت لو انا عندي ال representation in general في complex parts. برضو عشان نتخيلها وانا لو الفورير ترانسفورم تعالوا ما نبص هنا كده مطرح ما ابتدينا، لو انا الفورير ترانسفورم بالشكل دوت فهو already في even symmetry around ال FC، وبالتالي لما هعمل له translation هنا هوت لل DC اللي هو البيس باند equivalent فستيل في even symmetry around ال zero، فدوت بيانديكيت ان البيس باند ايكويفالنت از ريال. ماشي بس دوت ذس از نوت ذا جنرال كيس لان انا ممكن يكون البيس باند ايكويفالنت تعالوا نشوف هنا اهوت الباند باس سيجنال بالمنظر دوت هي في ايفن سيمتري هنا اهوت اراوند الزيرو عشان اس اف اف
اللي هي الفورير ترانسفورم بتاع اس اوف تي ده ريال فاليد سيجنال، فالفورير ترانسفورم بتاعها طبيعي ان هو ايفن، بس ما فيش حاجه تديكتيت ان انا يبقى عندي ايفن سيمتري اراوند الاف سي. طب هو ازاي يبقى انا عندي ما فيش ايفن سيمتري اراوند الاف سي بالرغم من ان احنا متعودين من الاندر جراد ان السيجنال اللي راحت عند الاف سي ديت كانت ريال سيجنال وانا عملت لها موديليشن، صح؟ مش هو دوت اللي احنا متعودين عليه ان انا معظم السيجنالز الاكشوال سيجنالز الانفورميشن سيجنالز اللي بنعملها كوميونيكيشن بيس باند او لو فريكوانسي كونتنت سيجنالز، واحنا عايزين نعمل لهم موديليشن فريكوانسي ترانسليشن، فريكوانسي ترانسليشن عشان تبقى سنترد عند هاي فريكوانسي، ماشي. بس مين اللي قال ان انا طريقه الموديليشن الوحيده ان انا اضرب في كوساين؟ احنا مثلا عندنا الكوام موديليشن مش مجرد سيمبل فريكوانسي ترانسليشن، فوارد يكون البيس باند سوري الباند باس سيجنال السيجنال ذات از كوميونيكيتد مش ايفن سيمتريك اراوند الاف سي. ليه؟ بسبب ذا واي ات واز فورمد. وبالتالي البيس باند ايكويفالنت بتاعها لما انا هقص هاخد الجزء البوزيتيف بس وادي السكيل اللي باتنين اللي احنا قلناه، وبعدين قلنا ديت اللي هي 1 اوفر سكوير روت 2 ل اس بلس اوف اف بلس اف سي بقت فريكوانسي ترانسليتد هنا اراوند الزيرو، اتس نوت ان ايفن فانكشن اراوند الزيرو، وبالتالي ده ياكد لنا ان الاس بي اوف تي از نوت نيسيسرلي ا ريال فانكشن، اتس ان جنرال ا كومبلكس function. وتاني دوت مفيش يعني حاجة تقلقنا فيه لأن أنا بتكلم على مجرد representation.